سيدنا صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش في مكة، فإذ به يحب وطنه ويعلمنا حب الأوطان. جميل ما شاء الله. بالرغم من أن أهل مكة أهل أذية ايوه وقد آذوا، وأهل جاهلية وقد جاهلوا عليه، إلا أنه كان يحب مكة جدا. ما شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الحب يقول لما أخبره ورقة بن نفل: يا ليتني كنت فيها جذعا إذ أخرجوك منها. قال: أو مخرجي هم؟ والتفت إليها وقال: ألا إنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منه. ما شاء الله، ده عند الهجرة قلبه معلق بالوطن عليه الصلاة والسلام. جميل. الذكريات هيروح فين؟ لا لا. هو هنا كان سيره، كانت عبادته، كانت خلوته، كان عمله، كانت زوجته، كانت أولاده، من مات منهم ومن عاش، يعني حاجة. ها، إذن حب الوطن يعني مجموعة من الذكريات. جميل عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب إلى المدينة أيضا كان قلبه معلقا بمكة، ووجد أن أبا بكر مرض وأن بلالا قد مرض، وبدوا بقى إيه الحمى اللي حصلت، الحمى دي، يتذكروا إيه فينك أيامك يا مكة. أي. فقال: اللهم أخرج الحمى من المدينة. عليه الصلاة والسلام. وضعف الجعفة ولا حاجة. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. فإذا أول درس للتعايش الحب أن يحب الإنسان وطنه. ما شاء الله. ماذا سيفعل الحب في الإنسان؟ إنه سيجعله يفصل بين الشخص وبين الفعل. يفصل بين الشخص وبين الفعل على طول. لما بيقولوا عليه حبيبك يبلع لك الزلط، حاجة كده يعني هو لا يكره الناس، يكره الأفعال، لا يكره الناس ولكن يكره أفعالهم السيئة. أفعالهم السيئة جميل، لكن لا يكره الناس. ما شاء الله. ودي تؤدي إلى حسن النصيحة، أيوة. وتؤدي إلى حسن التبليغ، وتؤدي إلى الهداية في النهاية. ما شاء الله. إذن أول درس هو حب الوطن اللي هيؤدي إلى الفصل بين الأشخاص والأفعال، اللي هيؤدي إلى حسن النصيحة والحكمة.